الأجواء الشتوية بدها حبيب؟ لا والله ما بدها حبيب، بدها دفاية، بدها فيلم سهرة حلوة كده، بدها بولة شوربة زي دي تدفينا. يلا بينا نعملها مع بعض. هنحتاج كوباية دقيق ورشة ملح، معلقة زيت، وفضل في الوصفة دي انك نحط معلقتين ونص كوباية مية، وبعدين نعجنهم مع بعض. هنا كان الكيس بدأ يضايقني، فقررت ان احنا ننهي علاقتنا مع بعض وقلعهم. مفيش احسن من الايد، نعجن بقى بايدينا. لقيتها لسه بتلزق فحطيت شوية دقيق. بصوا كده بقت بتلزق، فضلت اعجن فيها حبة حلوين يعني. بعدين عملتها كورة كده، جبت كيس وحطيت العجينة اللي انا عملتها جوه الكيس، وهحطها في التلاجة لمدة ساعة. هشوفك بقى يا جميل بعد ساعة. نستغل بقى الموضوع ان احنا نقطع الخضار بتاعنا. كده بقطع البطاطس، قطعتها مكعبات كبيرة، الجزر ما نعملوش لا تخين ولا رفيع، الكوسة بقى عايز تعمليها مدورة ماشي، عايزة تعمليها نص دايرة اوكي براحتك. هنا استخدمت بصل اخضر، حطيت بقى 6 كوبايات مية، وحطيت معلقة بابريكا، معلقة شطة، معلقة بصل بودر، ومعلقة 7 بهارات، معلقتين ملح، ونص معلقة جنزبيل، وورقتين كده لورا. ندوق بقى. معلقة صلصة بس، دي اختياري، ممكن احنا نستغنى عنها عادي. ننزل بقى بالخضار بتاعنا، وطبعا بنحط الجزر والبطاطس الاول لان هما اللي بياخدوا شوية وقت في السوا. سبتها حوالي 10 دقايق ونزلت ب3 فصوص ثوم، وبعديها على طول نزلت بقى بالبصل والكوسة. سبتهم حوالي برضو 10 دقايق كمان، وبدأت هنا اجيب العجينة بتاعتي، كانت خلاص ارتاحت، بدأت افردها. وبعد ما فردتها ايه قطعتها بايدي، هي هتلزق شوية، فممكن نحط دقيق جنبينا ان احنا يعني نغمس العجينة فيه كده وننفضها وبرده نحطها. ما كانتش بتلزق معايا، بس انا اكتشفت الموضوع ده يعني متأخر. قطع بقى كمية العجينة اللي معانا كلها، ننزل بمعلقتين صويا صوص ونقلب وندوق بقى. حلوة قوي، طعمها حلو. وهنا سبتها حوالي 10 دقايق كمان، وبدأت ايه ادوق العجينة نفسها. يلا بينا نغرف بقى. اصلا ريحتها كانت تحفة، اللي هيجربها بجد هيشم الريحة. الريحة كانت حلوة قوي، مكوناتها جميلة ومغذية ومشبعة جدا. ندوق بقى ونقول بسم الله. يا لهوي على القمر، حلوة قوي، حلوة قوي، طعمها جميل. الشوربة دافية كده، يعني زي ما بنشرب شوربة العدس كده ونحس بدفى بجد من الشربات. هي شتوية فعلا، هي فعلا ما تتعملش غير في الشتاء. طعمها حلو قوي، مشبعة جدا، جربوها وقولولي ايه رأيكم. في رعاية الله، باي.